أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل
فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم.